ديفيد جرين القائم بأعمال للسفارة الأمريكية في الرباط. أنا اليوم في وجدة لأرى بعيوني مشروعنا، يعني العمل المهم اللي نقوم به معاً من أجل حلق فرص لتكوين والتوظيف لشباب المنطقة والشباب المغرب بشكل عام. هذا المشروع هو يعني مركز تدريبي في مجال الصحة. هذا واحد من 15 مراكز تدريبية مثله في مكان كل الأماكن المختلفة في المغرب بتكلفة من 100 مليون دولار من البرنامج صندوق شراكة، وهذا الصندوق بتكلفة كما قلت 100 مليون دولار من طرف الحكومة الأمريكية عن طريق مؤسسة تحدية الألفية وبشراكة مع الحكومة المغربية. عن هذا ال 14 المراكز الأخرى، هذا المركز سوف يوفر إلى شباب المنطقة شباب المغرب فرص للتكوين في المجالات الرئيسية في الصحة، وهذا المراكز المختلفة في المناطق المختلفة هي يعني مختصة في شأن مختلف من مكان إلى مكان آخر. يوجد ثلاث مراكز اللي يتركز على الصحة، وهذا المشروع أيضا يجمع القطاع الخاص والقطاع العام لتوفير فرص للتعليم لأكثر من 700 طالبا من هذه المنطقة كل سنة إن شاء الله. وهذا جزء من استثمارنا لربع 150 مليون دولار عن طريق الميلينيوم تشالنج كوربوريشن بشراكة مع الميلينيوم تشالنج أكاونت موروكو في التعليم، في مجال التعليم ومجال العقار، من أجل تحفيز النمو الاقتصادي والنمو الاجتماعي في المغرب. وإحنا نلتزم ب يعني تأييد أهداف الحكومة المغربية وجلالته الملك من أجل كيف تحقيق يعني كيف مستقبل جيد للجيل الجديد. وشكرا.